بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ هنتكلم على اللاترال ايرث بريشر. اول شابتر في ثالثه، هو اخر شابتر في ثانيه، هو بيتعاد. فانا مش هفصل فيه كتير، مش هقول كل حاجه لان اغلب الحاجات احنا قايلينها اوريدي مع بعض. فاللي هقوله هو زي اوفر فيو سريع، ممكن نتكلم على كام حاجه جديده بس في الفيديو ده. الفيديو الجاي هيبقى كلامنا بقى على الجرافيكال ميثودز، اللي هو الموضوع الجديد تماما بالنسبه لك. طيب تعال نفتكر بس، هو يعني ايه لاترال ايرث بريشر؟ هو في ايه احنا ايه لاترال ايرث بريشر؟ ما هذا الكلام؟ والله يا محج، تخيل كده ان عندك ايه، حبه رمل، حته ارض، وجيت انا في هذه حته الارض خدت نقطه او خدت انفينيتيسمال اليمنت. كلمه باخد اليمنت دي حاجه انت ما سمعتهاش باين من اولى مدني ايام الفلويد، بس يعني انت المفروض عارف انك بتاخد اليمنتس. الاليمنت ده اللي هو حته السويل الصغيره اللي انا متخيلها عباره عن مكعب كده او مربع قدامك، عليه ستريسز. ايه هي الاستريسز اللي عليه؟ عليه ستريسز فيرتيكال وعليه ستريسز هوريزونتال، ماشي؟ ان هو في رمله فوقيه وفي رمله جنبيه بتزقه. ولو فاكر برضو، انا برجع برضو لافتكر فلويد اولى، لان احنا عملنا كده في الميه، بس لما عملناه في الميه كان في حاجه اسمها باسكال لو، طلعت ان الهوريزونتال ساوى الفيرتيكال. والحاله دي عشان هي طلعت في الميه، اي حاله بيساوي فيها الهوريزونتال الفيرتيكال بريشر بنقول ان ده اسمه هيدروستاتيك بريشر، تمام؟ كمان الحاله دي لو جيت تتخيل على دايره مور، يعني لو جيت ادا السيجما وادا التاو، صح؟ لو جيت اتخيل الحاله دي على دايره مور هتبقى نقطه، يعني دايره مور مش هتبقى دايره، هتبقى نقطه حرفيا، يعني مش هرسم دايره، لا هي نقطه، لان سيجما هوريزونتال هتساوي سيجما فيرتيكال عندها، فما فيش اي شير ستريس على الماده. فدي الحاله الهيدروستاتيك بريشر، ما بيبقاش فيه شير. بعض المعلومات البسيطه اللي ممكن تخليها ايه في دماغك يعني، او ما تخليهاش عادي. المهم اللي عايز اقوله لك ان انا عندي حاجه اسمها فيرتيكال ستريس بهذا الشكل، بيأثر على التربه، ممكن نقول عليه داش على اساس بتكلم على الايفكتيف، وعندي حاجه اسمها الهوريزونتال ستريس. ايه بقى الفكره؟ فيرتيكال ستريس احنا عارفينه بيبقى جاما ايفكتيف في اتش. ايه هي الجاما الايفكتيف؟ الجاما بتاعت السويل، لو السويل مش ما عنديش اي جراوند ووتر فدي هتبقى الجاما بلك، لو ما عنديش ميه. لو عندي جراوند ووتر تيبل فتحت جراوند ووتر تيبل دي هتبقى جاما سبميرجد. عشان ايه؟ احنا بنتكلم على ايفكتيف سويل بريشر. جميل. طب ايه بقى الهوريزونتال؟ قال لك زي ما قلت لك، انا هريكاب الموضوع بسرعه، هبص عليه من بره. يعني احبذ جدا انك تشوف اخر فيديوهين من بلاي ليست السنه اللي فاتت، او تراجع يعني اخر درس اللي هو اللاترال بريشر من السنه اللي فاتت، يعني قبل ما تكمل بقى الترم. ف انا عايز اجيب علاقه بين الهوريزونتال والفيرتيكال ستريس. اول ما الناس بدات تدرس هذا الكلام قال لك ماشي، احنا هنجيب علاقه وهيبقى فيها ثابت كي، علاقه لينير بينهم، علاقه ايه فيها هذا الثابت كي. ماشي، كي ده بقى بكام او ايه بقى بالظبط؟ قال لك على حسب هي التربه الاستيت بتاعها ايه. ودي بقى ايه الحته اللي انا عايز استفيد فيها. الحقيقه ان هو قال لك ان الايرث بريشر بيبقى في ثلاث حالات، تمام؟ اتريست، الحالة التانية حاجة سموها اكتف، الحالة التالتة حاجة سموها باسيف. دي التلات حالات الموجودة للإيرث بريشر. جميل. طيب أنا استفدت إيه أو إيه ما أنت سميت لي الحالات؟ أنا عارف إن في اكتف وفي باسيف إيرث بريشر، أنت جاي تقول إيه؟ أنا جاي لك لسه، أنا نجحت في السويل بتاع السنة اللي فاتت، أنت عايز إيه؟ أقول لك بص، صل على النبي، احنا عايزين نتخيل الوضع بيبقى عامل ازاي. عايزين ايه؟ قلم؟ مش البرنامج
اتعامل مع برنامج جديد فاول مرة، فهتلاقيني كده ممكن disoriented شوية. ده تاني تيك اصلا للفيديو، لان اول تيك حصلت فيه مصايب فبيتعاد. انا اتخيل ان انا عندي تربة بشكل ما هنا، او تعال نقول ان هي ده سطح التربة، ماشي؟ ممكن نديها لون كمان، يعني احنا عالم فاضية، فايه نديها شوية لون بقى. ده يا سيدي اللي قدامك ده، هي دي السويل، السويل ماس اللي انا بلونه لك ده، واللي جنبيه ده حيطة. جميل قوي الكلام ده. انت عايز مني ايه بقى؟ اقول لك ولا حاجة؟ الحالات الايرث بريشر المختلفة حاجة من اتنين، يا اما الدنيا دي ثابتة مفيش اي حاجة بتتحرك، الدنيا كلها ستاتيك، فاول حالة دي بيتقال عليها ستاتيك ايكوليبريم. يعني ايه ستاتيك؟ يعني مفيش حاجة اتحركت، يعني الحيطة والرملة كل حاجة قاعدة في مكانها، ده اسمه ستاتيك ايكوليبريم، او الحالة اللي بنقول عليها اترست. حلو كده؟ ففي الحالة دي الثابت بتاع معادلة الهوريزونتال بيساوي K في الفيرتيكال، الثابت ده بنقول عليه K نود، والK نود ليه كذا معادلة يعني بعد اختبارات. انت اصلا اخر مثلا 70 سنة الناس كلها كانت بتختبر حد ما تطلع كل العلاقات اللي انت بتشوفها دي. فالعلاقة اللي ممكن تحفظها ان هو 1 ناقص ساين فاي، لو فاكر الفاي بتاعت افتكر بقى فريكشن. في كمان لقوا ان المعادله دي ممكن تتاثر بالاوفر كونسوليديشن ريشيو، او بالكونسوليديشن ستيت بتاع السويل، فقال لك انا ممكن اضرب ده كله في الاو سي ار اللي هو اوفر كونسوليديشن ريشيو باور جذر ساين، ولا لا باور ساين على طول باور ساين فاي. لو هو مديلك او سي ار هتضرب الكلام ده في او سي ار باور ساين فاي، ما ادالكش هتطنش. ف ده كده حاله الاستاتيك ايكوليبريم، كي نود سيجما هوريزونتال بتساوي كي نود سيجما فيرتيكال على طول، اللي هو انت كان في ساعات لما بتحل في استراكشر اولى ترم تاني ويبقى عندك سويل كان يقول لك خد الهوريزونتال بتلت بتاعه وخلاص، ومحدش بيقول لك ليه. ادى هو ليه الناس اختبرت لقيت ان الهوريزونتال بريشر بيبقى ايه جزء من الفيرتيكال، يعني الكينود دي بتبقى اقل من 1، فاذا الفيرتيكال اكبر من الهوريزونتال في الحاله دي، ماشي؟ طيب دي حاله الاستاتيك ايكوليبريم. طب هو مش الايكوليبريم يعني مفيش حاجه بتتحرك وانتوا عايزين ايه؟ اقول لك لا، وعايزك بقى تركز هنا. الحاله الثانيه والثالثه هي بلاستيك ايكوليبريم. يعني ايه بلاستيك؟ يعني حصل فيه ديفورميشن مرجعش. يعني علشان اوصل للحالة اللي انا قلت خلاص احنا كده متزنين يا جماعة، كلنا كل واحد على وضعه خلاص قعدنا، عشان نوصل للحالة دي محتاجة شوية حركة، هو ده معنى بلاستيك. زي ما هتاخد السجة ان شاء الله حاجة اسمها بلاستيك هنج في الخرسانة. ايه بقى بلاستيك ايكوليبريم؟ يعني ايه الفكرة؟ هي دي الحالة اللي هي بتبقى يا اما اكتف يا اما باسف. تعال نتخيل اول حاجة، نتخيل الحالة الاكتف. ايه الحالة الاكتف؟ حالة الاكتف ان هو الحيطة دي اتزقت بعيد عن التربة. حلو كده؟ يعني الحركة يعني الحيطة دي هتتحرك كده، مهم اوي تركز، هتتحرك بعيد عن التربة. يا كل الحيطة هيتحرك، تمام؟ يا اما كل الحيطه هتلاقيها عملت كده، يا اما الحيطه هتلف، يعني حاجه من الاثنين دول، هتلاقي حاجه من الاثنين دول، يا اما هتلاقي الحيطه لفت كده، يا اما ايه هتلاقيها اتحركت بهذا الشكل. المهم انها بعدت عن التربه، يعني بعدت كده. جميل. فدي الحالة بتاعت الاكتف. ايه اللي يحصل لما الحيطة دي تبعد عن التربة؟
يعني انت متوقع ايه اللي يحصل؟ والله اللي يحصل ان انا بعدت عن هنا، تخيل انك انت ستريسد اليمنت، هو انت اوريدي ستريسد بس تخيل انك ستريسد سويل اليمنت هنا ماشي، والحيطه دي بتبعد، فالكونفايننت بتاعك في الهوريزونتال بيقل صح، ان هي بتبعد، ده انت في لحظه ما هتلاقي انت يعني انت حرفيا الفيلير بتاعك احنا هنقول انك هتجري وراها يعني انت هتقع، فانت اللي كان ساندك بالجنب مش، فاكيد الهوريزونتال بريشر اللي هنا بيقل، فاذا سيجما هوريزونتال ده بيقل، فدي الحاله الاكتف، دي سموها الاكتف بريشر ماشي. فالاكتف بريشر احنا برضو هنقول على الكونستانت بتاعه كي اي، وكي اي ده هيساوي 1 ناقص ساين فاي على 1 زائد ساين فاي، وطبعا اقل من كي نود، وفي الاخر الاكتف بريشر بيبقى اقل من الاتريست، لان زي ما قلت لك وانت اتريست الحيطه موجوده عامله لك كونفاينمنت، في الحاله الاكتف دي اتحركت، دي كل ما بتتحرك الهوريزونتال بريشر عمال يقل، خدت بالك؟ وركز قوي في نقطه ان هو كل ما بيتحرك الهوريزونتال بريشر عمال يقل لحد ما يحصل الفيلير، وهنتكلم في الافتراضات بتاعت ان الفيلير، يعني احنا ليه بنرسم الفيلير كده، يعني ليه مثلا الفيلير ما يبقاش كده مثلا، يعني فاهم انت هو ليه التربه بتنهار كده؟ اقول لك احنا اللي فرضين ان الانهيار هيبقى كده بلين بهذا الشكل ماشي. جميل. في الحاله الباسيف بقى هو العكس. ايه هو العكس؟ اقول لك بدل ما انت اللي يعني بدل ما الحيطه بتبعد، لا ده الحيطه بتخش، حيطه داخله فيك كده، فتخيل انك انت برضو نفس الاستريسد اليمنت واقف هنا في امان الله وعليك الهوريزونتال والفيرتيكال، ولقيت الحيطه داخله عليك داخله عليك يعني داخله عليك اللي هو اها داخله عليك اهي ده دي كده يعني هتخش فيك على طول، يا اما برضو بنفس الكلام بتلف داخله عليك برضو كده ان هي بتلف ماشي. فاكيد في هذه الحاله هتلاقي ان الهوريزونتال بريشر بيزيد، دي الحاله الباسيف اللي هي الكي باسيف بتساوي 1 على الكي اكتف اللي هو تقلب ده. جميل قوي. يبقى انا عندي حاله اكتف وحاله باسيف وحاله اللي هي ات ريست بيختلف فيها الاستريس ستيت، لان الهوريزونتال بريشر بيفضل يتغير، لكن خلي بالك الفيرتيكال بريشر ثابت في الثلاث حالات. ليه؟ ما هو انا الفيرتيكال بريشر عند النقطه دي اللي انا كبرتها وخليتها ستريس اليمنت، ما هي في الاخر نقطه، الفيرتيكال بريشر بيساوي ايه؟ جاما افكتيف في اتش، ولو في سيره شارج هتجمعه هتقول زائد كيو. هل ده بيختلف بحركه الحيطه؟ هل دي بتختلف بحركه الحيطه؟ لا، هي ما بتختلفش شيء. فاذا الفيرتيكال بريشر ما بيختلفش، اللي بيتغير الهوريزونتال، بس لما الهوريزونتال يتغير هتلاقي ان دايره مور بتتغير. هو يعني ايه دايره مور بتتغير؟ ما هي دايره مور بتعبر لك عن كل الاستريسز على كل البلينز اللي موجوده عندك، لان السويل مش لازم اقول ان يعني انا عندي نقطه على السويل والنقطه دي كبرتها، انا قلت ان هي ممكن تبقى كده، طب ما انا ممكن اقول ان النقطه دي عامله كده، فهيبقى الاستريسز بتاعها ميلين صح؟ طب في هذه الحالة الاستريسز دي قيمتها كام؟ اكيد مش سيجما فيرتيكال او سيجما هوريزونتال، اكيد حاجة تانية صح؟ فمور لو احنا فاكرين دائرة مور بتوريني كل البوسيبل او كل الاكزيستنج ستريس ستيتس اللي موجودة جوه المادة بتاعتي ماشي؟ فانا لما غير الهوريزونتال انا بغير الستريس ستيت جواها، وهنشوف بقى ايه اللي هيحصل او الفيلير هيحصل ازاي. تعالى ايه نديمو سريع كده على النقطه دي، تعالى نجيب اكسات، ادي الاكسات، تعالى نجيب دايره، الدايره دي في حاله السويل اتريست تمام. طبعا ايه الازرق اللي فوق وتحت ده كولوم انفلوب، كولوم او كولوم مش فاكر كان بيقولها ازاي صح صراحه، بس مش فارقه، كولومب انفلوب. ارجع بقى لدرس الشير، يعني ارجع ورا شويتين لو حابب تفتكر. النقطة دي زي ما قلنا هي سيجما فيرتيكال، والنقطة دي زي ما قلنا برضو مش بتتغير، يعني مش هتروح في حتة،
قاعده مكان ثابت. احنا في الحاله اللي بنتكلم فيها ايه اللي بيتغير؟ الهوريزونتال ستريس. جميل. طيب النقطه التانية دي هي الهوريزونتال ستريس، زي ما قلنا في الحاله الاترست الفيرتيكال اكبر من الهوريزونتال. جميل. وقاعده دايره مور اللي عندي وانا ما عنديش اي فيلير، الدنيا تمام الحمد لله، الوضع ايه 100 فل و10. تعال نتخيل الاكتف كيس. يعني ايه اكتف كيس؟ يعني الحيطه بتبعد عن التربه، يعني سيجما هوريزونتال بتقل. طب هو سيجما هوريزونتال لما تقل هيحصل لي ايه؟ هقول لك تعال نشوف. تعال نعمل لينك دي. ماشي. هو انا لما سيجما هوريزونتال هتقل ايه اللي هيحصل؟ تعال نشوف. احنا هنا سيجما هوريزونتال بتقل، هتلاقي دايره مور بتوسع توسع توسع لحد ما هوب ايه اللي حصل هنا؟ استنى استنى ايه اللي حصل هنا؟ تعال نقف هنا، او تعال نعملها تاني كده عدل. دايره هتفضل توسع 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 لحد ما هوب ايه ده خبطت في كولومب انفلوب. ويعني ايه انت كدايره مور او بتخبط في كولوم انفلوب؟ كولوم انفلوب ده معناه فيلير، اول ما تلمسه يبقى انت كده بتقول ان حصل عندك شير فيلير على البلين اللي بيعبر عن الاستريسز اللي جواه بهذه النقطه وهذه النقطه. يعني فوق زي تحت، احنا كنا بنرسم نص دايره مور بس هي هي، خلي بالك. ماشي. فاذا انا فضلت الاستريس الهوريزونتال يقل يقل لحد ما حصل لي فيلير، فالنقطة دي هنسميها الاكتف ايرث بريشر. حلو كده؟ فدي الحالة الاكتف. طب الحالة الباسيف بقى؟ تعال نشوف. والله الحالة الباسيف نتكلم نقول ايه؟ الباسيف كيس دي نفس اللون. ده الحيطة لا داخلة عليك، يا اما الحيطة كلها داخلة يا اما بتلف داخلة عليك برضو. ايه اللي هيحصل؟ اقول لك والله سيجما هوريزونتال بتزيد صح؟ تعال نزودها. استنى مش راضي اهو. ماشي. تعال نزودها كده. سيجما هوريزونتال عماله تزيد، هتلاقيك سيجما هوريزونتال بتزيد بتزيد بتزيد. ايه ده؟ احنا مكان ما وقفنا هنا ايه؟ دي بقت نقطة، ده الاستريسز بقت نقطة. يعني ايه الاستريسز بقت نقطة؟ يعني في اللحظة دي سيجما هوريزونتال بتساوي الفيرتيكال، ده الهيدروستاتيك اللي أنا قلت لك عليه قبل كده. المهم نكمل بعديه، هتلاقي برضو الاستريسز، يعني اللي في الآخر ده خالص ده السيجما هوريزونتال، ها؟ يعني النقطة اللي في الآخر دي اللي أنا عمال أحركها دي، دي السيجما هوريزونتال عمالة تزيد 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 لحد ما هوب برضو إيه اثبت مكانك. هنا عنوانك هتلاقي ايه خبطت برضو في كولوم انفلوب، هو المفروض تبقى خبطه فوق وتحت بس بقى خلاص يعني كفايه. ومعناها ايه انها خبطت؟ معناها ان انا عند هذه النقطه او الاستريس ستيت دي او الاستريسز اللي جاي على بلين مايل اللي هي بيعبر عنها بده، هذه النقطه اللي هي سيجما وتاو في الكوردينتس بتاعتي، حصل فيلير. والنقطه دي هنقول عليها الباسيف بريشر. ومن هنا يتضح لي شويه حاجات، يتضح لي ان الاكتف اقل قيمه، يتضح لي ان الباسيف كبيره جدا. كام حاجه كمان يمكن ما يبقوش واضحين من هذه الرسمه لكن محتاجين نوضحهم برضه. ايه بقى؟ تعال نشيل الدوائر دي وننسى نفسنا شويه. او لا استنى قبل ما نشيلهم. في حاجه قبل ما نشيلهم، احنا كنا عرفنا برضو ان في حاجه اسمها البول او بول بي او ال اي. ايه ايه البول؟ البول دي نقطه على دايره مور، لو انا وصلت اي نقطه تانية بيها هرسم البلين اللي بيأثر بتأثر عليه النقطه التانية. بمعنى لو انا عايز اعرف الفيلير ده، الفيلير اللي حصل بسبب الاستريس ستيت ده حصل عند زاويه كام، هشوف البول واوصل النقطة دي بالبول. طب هو البول بتاع الدايرة دي كام؟ اقول لك والله البول بتاع الدايرة دي هو ده. خلي بالك لان السيجما فيرتيكال بتأثر على هوريزونتال بلين،
فمحتاج امشي بالسيجما فيرتيكال بخط هوريزونتال هلاقيني خبطت هنا، وهمشي برضو بالسيجما فيرتيكال بخط هوريزونتال، فدول الاثنين بولز بتوع الدايرتين مور. جميل. فاذا محتاج اوصل خط، خط هيبقى عامل كده مثلا، خط عامل كده، بس انا مش عاجبني ال مش عاجبني الحوارات دي، احنا عايزين خط ماسك نفسه شويه. حاجه عامله كده، حاجه عامله كده، دي كده الفيلير بلينز في الاكتف او السليب بلينز في الاكتف، ودي الفيلير بلينز في الباسف، اللي هما خطين دول كده. الزاويه دي واثبتناها قبل كده فمش هقولها تاني. الزاويه دي مهم انك تبقى عارفها، الزاويه دي 45 زائد فاي على الاثنين، الزاويه دي 45 ناقص فاي على الاثنين. خلي بالك من الشكل ده اللي احنا رسمينه تقدر تستنتج كي اي وكي بي. تقول لي ازاي؟ اقول لك انت ببساطه هتمد ده وهتمد ده، هيبقى عندك ايه؟ مثلثات بقى. ايه؟ تقدر تيجي هنا بمثلث، واخد بالك، تقدر تنزل بدي دي عمودي، واخد بالك، وهتلعب بقى لعب مثلثات، تشابه مثلثات، عشان تقول في الاخر ان كي ايه بكذا، او ان العلاقه بين الهوريزونتال والفيرتيكال ستريس كده. وسميت اللي طلع كده لوكشة الحاجات اللي هي 1 ناقص ساين فاي على 1 زائد ساين فاي، او تاني سكوير 45 ناقص دلتا على الاثنين كانت، او ناقص فاي على الاثنين، وات ايفر يعني. سميت ده كي، بس هي جت منين؟ جت من هنا برضو، محتاج ابقى عارف ده برضو، يعني كل حاجه بقولها لك تبقى عارف. محتاج. طيب ايه بقى الفيلير بلين ده، او يعني بيبقى عامل ازاي؟ تعال نبص على الصوره دي. الصوره دي بتوري لك الفيلير بلينز اللي هو ده وده كده في الحاله الاكتف، ولاحظ بقى الحاله اكتف، فالحيطه بتبعد، يعني الحيطه بعدت، كانت هنا ولفت. وفي الحاله الباسيف لا، ده الحيطه دخلت عندي، تمام؟ وده الزوايا بتاعتها. فدي الفيلير سيرفيسز الموجوده عندي جوه الترب، اللي هو الخط ده، يعني الخط ده والخط ده. جميل. طيب عايزين برضو نبص بصه على حاجه بين الاكتف والباسيف. عايزين نشيل كل حاجه. في حاجه مهمه جدا فرق بينهم، غير ان واحده كبيره وواحده صغيره، يعني ان علشان يحصل ستريس موبيلايزيشن. كلمه يعني ايه ستريس موبيلايزيشن؟ بس قبل ما تعيش حياتك، يعني ايه ستريس موبيلايزيشن؟ يعني ديفلوبمنت بتاعت الاسترس مع ديفورميشن. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا مش قلت لك ان حاله الاكتيف والباسيف كيس دول حاله اسمها بلاستيك ايكوليبريم؟ تقول لي اه يا فندم. اقول لك طب ما هو ادام بلاستيك ايكوليبريم، يعني حصل ديفورميشن، نتج عن هذه الديفورميشن ستريس، نتج بعدها علشان بلاستيك ايكوليبريم حصل ايكوليبريم. جميل. ف تكون الاستريس مع ديفورميشن ده كده اسمه ستريس موبيلايزيشن. اعرف المصطلح ده لانك مش هتلاقي حد بيقول لك يعني ايه ستريس موبيلايزيشن. يعني دور، يعني هات لي لينك. انا 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 عايزك تجيب لي لينك حد بيقول لك كده ان ستريس محدش، مفيش محدش بيقول، كلهم بيتعاملوا معاه كانه مسلم به ان موبيلايزيشن ده اللي هو ستريس ديفلوبمنت. يعني لو جينا نتخيل ان الحيطه واقفه هنا، ماشي، ف والسويل وراها، ماشي، فكده نتخيل ان الاكس اكسس ده هيعبر لي عن الوول موفمنت. فانا كده بقول وول موفمنت توردز سويل، وهنا الوول موفمنت اواي فروم سويل. عايز اشوف بقى الاستريسز عامله ازاي في كل الحالات دي. يعني تخيل ان الاكس اكسس بيعبر لي عن الديفورميشن، واحنا لسه بنتكلم على ان عندي حاجه اسمها ايه ستريس موبيلايزيشن، معناها ايه؟ ان انا ها علشان يحصل عندي ستريسز محتاج ديفورميشن، او الديفلوبمنت بتاع الاستريسز معتمد على الديفورميشنز اللي بتحصل. فعايزين نشوف ده بقى.
لو انا واقف هنا اترست او الحيطة اتحركتش في حتة فقدر اقول على الحتة دي اترست. لو انا بدأت اتحرك كده، تعال نعيدها تاني، اول تعال نقول ان النقطة دي كده عندها نقدر نقول سيجما نود اللي هي الاترست بريشر، صح؟ لانها ما اتحركتش. جميل. طب لو اتحركت، يعني افرض ان انا ايه دماغي جابتني ان اتحرك، اتحركت بعيد عن السويل، هلاقي ان الحركة بتاعتي بقت عاملة كده، حاجة عاملة كده. او دي العلاقة بين الاسترس والاسترين، يعني بشكل او باخر ممكن تقول كده. لحد ما هوصل للنقطة دي مشيت الديفورميشن الدلتا اكتف ده، ممكن اقول عليه دلتا اكتف بس فور الستريشن، ملناش دعوة بيه خالص، يعني رقم الدلتا ده فكك منه. انا مشيت الحتة دي ماشي لحد ما نزلت تحت، والقيمة اللي تحت دي بقول عليها سيجما اكتف. تعال نعملها بلون تاني عشان يبان. القيمة اللي تحت دي لو وصلت لها خالص دي اسمها سيجما اكتف. والديفورميشن اللي حصل ده الريكوارد، ممكن اقول عليه ريكوارد ديفورميشن فور اكتف بريشر موبيلايزيشن. يعني انا الحبة دول اللي هي ممكن يبقى سنتي مثلا او 2 سنتي او whatever، انا احتاجت الحيطة تبعد ال 2 سنتي دول علشان يتكون عندي هذا الاكتف بريشر. جميل. طب لو انا داخل بقى في التربة ايه اللي بيحصل؟ اقول لك والله لو انت دماغك جابتك انك تخش في التربة هتلاقي نفسك ايه بتعمل حاجة كده، او خلينا نعملها كده كده عالي قوي، ماشي خلينا هنا، تلاقي نفسك عملت هذا كده. النقطة اللي فوق دي في الاخر خالص برضو هترجع بيها تنقط 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 تنقط، هتلاقي ان القيمة اللي هنا هي دي السيجما باسيف اللي احنا بنتكلم عليها. والدلتا الكبيرة دي بقى اللي هي ممكن تبقى كتير، يعني اكتر بكتير من بتاعة الاكتف دي، الريكوارد ديفورميشن فور باسيف بريشر موبيلايزيشن. يعني انا محتاج الحيطة تخش قد كده في الرملة علشان يحصل عندي يتكون عندي الباسيف ايرث بريشر اللي هو الكبير ده. القيمة الكبيرة دي عشان تحصل محتاج اكون دخلت بتاع 20 سنتي ولا 30 سنتي جوه الرملة. طب انا اصلا الاستراكشر اللي انا بصممه اللي هو الريتينج وول مثلا، انا ممكن اكون سامح له بصفر حركة او يعني بخمسة سنتي بس مش 20، اتصرف ازاي ساعتها؟ يعني ايه اللي هيحصل؟ يعني انا لو قلت ان انا اصلا الحيطة بتاعتي مش هتمشي 20 سنتي، هي مش المفروض ما تمشيش 20 سنتي، وانا بقول لك علشان يحصل باسيف بريشر لازم امشي 20 سنتي، طب ما انا كده مش هيحصل، يعني انا كده مش هتحرك الحركة الكافية علشان الباسيف بريشر ده يتكون. فاذا المفروض ان انا ما اعتبروش معايا، ما اخدهوش في الحسبان، يا اما اخده بقيمة اقل، اخد نصه مثلا. ليه؟ لان الباسيف بريشر لو انت فاكر بقى ايه، وده الجزء التاني بتاع الول استابيليتي، ان انا الباسيف بريشر بيبقى في الغالب ريزيستنج فورس، والاكتف بريشر بيبقى هو الدرايفنج فورس، ماشي؟ لو انا الحيطة لفت كده الدرايفنج فورس هي اللي زقت، وبلاقي ان حبه الايرث اللي بيتقال عليهم ان هم في الباسيف زون بيساندوا معايا بيحاولوا يساعدوني، صح؟ طب لو انا قلت ان هو يعني، طب لو هو الحيطه ما مشيتش ال 20 سنتي اللي انا محتاجهم، او هي مش هتمشيهم في الحقيقه، بس انا حطيت اف ريزيستنج ديو تو باسيف فورس، انا كده بفترض وجود فورس مش هتحصل، انا كده بفترض سبورت، كأني بفترض سبورت للريتيننج وول وده مش موجود. فاذا دي حالة ما ينفعش اصمم عليها، علشان كده انا مش هاخد اف ريسيستنج ديو تو باسيف، انا ههمل باسيف بريشر خالص، مش هتعامل معاه، هقول ان هو كده كأنه مش موجود بسبب ان هو بيحتاج لارج ديفورميشن فور اتس ستريس موبيلايزيشن.
وانا مش هسمح للحيطة في اغلب الاحيان ان ده يحصل. سبب تاني ان انا ممكن اصلا يعني حبة الرملة دول لو تخيلنا ان احنا كده وده المنسوب مثلا بتاع الباسف بريشر، انا ممكن خلال اعمال التنفيذ الباسف بريشر يبقى هنا، يكونوا حفروا زيادة او كده. ما هو انت ما انت كده برضو الحالة بتاعتك دي هتبقى انستيبل لو انا حاسس بان انا الباسف بريشر بيقاوم معايا، ممكن تبقى انستيبل. فانا ما ينفعش ما ينفعش اصمم بقى على ارتفاع الباسيف ان هو هيفضل هنا دايما، لا ما هو ممكن ينزل خلال خلال التنفيذ. فاذا عشان كده نقطة مهمة قوي ان انا ايه مش هاخد الباسيف بريشر معايا في الديزاين ولا في التشيكس بتاعت الاستابيليتي. طيب حاجتين كمان نتكلم عليهم ويبقى كفاية كده على الفيديو ده، يبقى احنا كده قلنا تقريبا كل الاوفر فيو. اخر حاجة قديمة وبعدين نخش في شيء جديد، احنا الطريقة اللي احنا حسبنا بيها كي اكتف وكي باسيف والكلام ده، ده بتاعت مين؟ يعني مين اللي عملها؟ اللي عملها واحد اسمه رانكاين، ماشي. فدي رانكاينز ميثود نقدر نقول عليها، اللي هي بالنسبة لك هي الاناليتيكال ميثود. يعني ايه اناليتيكال؟ يعني انت معاك معادلات وبتحل. ما انا بقول ان سيجما هوريزونتال بتساوي سيجما فيرتيكال في الكي، صح؟ زائد او ناقص في حالات الاكتف والباسيف 2 سي جذركي، صح؟ مش انا بعمل كده؟ وبحسب صحيح فين؟ وانا بحسب فين المعادله دي؟ يعني انا عند انهي نقط بحسبها؟ يعني اتخيل ان انا عندي ادا ارض وادا حيطه جنبها، واخد بالك؟ ادي الحيطه، هحسب بقى عند انهي نقط؟ اقول لك والله احسب عند التغير في البروفايل بتاعك، كانك بتحسب برضو اللوز بتاعت الاستراكشر. ازاي يعني؟ انت عايز ايه؟ اقول لك تخيل ان انا عندي هنا مستوى اخر، ده يعني التربه اللي فوق صويل واحد، التربه اللي تحت صويل اتنين، وكمان تخيل ان انا عندي ووتر تيبل هنا. فكده احسب عند كام نقطه؟ تعال نشوف. مهم قوي تبقى عارف بتحسب عند كام نقطة او انهي نقط بالظبط. طبعا هحسب في اول نقطة فوق، بحسب الفيرتيكال بريشر، فبالتالي هحسب عندها الهوريزونتال بريشر. ولو عندي فوق سيرت شارج كيو، يعني ايه سيرت شارج برضو؟ فانسي وورد فور ستريس، يونيفورملي ديستريبيوتد لود سيرت شارج كيو، عادي. فلو عندي كيو فوق خلاص هيخش معايا، مش عندي يبقى الفيرتيكال بتاعي بصفر، صح؟ يبقى دي اول نقطه احسب عندها. طيب خلال هذا الطول هل في اي تغير في السويل بروفايل؟ لا، يبقى احسب عند اخره نقطه 2. طب هنا حصل تغير في السويل بروفايل، فهحسب نقطه تحت في السويل الثاني. يعني انا نقطه 2 دي في سويل 1، نقطه 3 هتبقى في سويل 2. ليه؟ لان الكي هتختلف، ما هي الكي دي بتعتمد على الفاي، صح؟ ما هو الفاي بتاعت واحد مش لازم تبقى الفاي بتاعت اتنين، ما هو سويل واحد ده ليه سي وفاي وسويل اتنين ده ليه سي وفاي، فاذا السي برضو هتختلف، سي والفاي هيختلفوا. فاذا انا محتاج احسب نقطة واحد هتبقى في سويل واحد، يعني نقطة في سويل واحد ونقطة في سويل اتنين، فاذا نقطتين عند الانترفيس، تمام. من عند 3 هل في اي تغير هنا؟ لا، اذا احسب نقطه عند 4. بعدين هنزل لحد مفيش تغير في الحته الاخيره دي، فاحسب نقطه عند 5. ولاحظ ان من يعني الجزء ده اللي هو انا هحسب فيه 5، نقطه 5 هي تحت الميه، صح؟ نقطه 4 على الحافه، فاذا مش هيبقى فيه عندي سبميرجن، بس نقطه 5 دي تحت الميه. فالسيجما فيرتيكال عند 5 هيساوي، نقدر نقول ان هو سيجما فيرتيكال عند 4 بعدين ايه زائد جاما سبميرجد 2 في اتش من 4 ل 5. مهم قوي اللقطه دي. فاذا انا من 4 ل 5 نزلت في ميه، وانا بحسب ايه افكتيف ستريس يا باشا، ماشي؟ فاذا مهم قوي ابقى واخد بالي من اللقطه دي، ان انا وانا في دريند كونديشن بحسب افكتيف ستريس لازم اخد جاما سبميرجد فيتش. جميل.
طب افرض ان هو طلب منك تحسب اللاترال بريشر لاندريند كلي، بما اننا قلنا دي فنقول دي اندريند كلي. ليه يا عم ليه تعمل فيها كده؟ اندريند كلي يعني الفاي بتاعتي بصفر، ماشي؟ فاذا انا عندي كي اي يساوي كي بي يساوي واحد، وهعوض في هذه الحاله بتوتال ستريسز مش بافكتيف ستريس، ماشي؟ واقول ان السيجما هوريزونتال هيساوي سيجما فيرتيكال زائد او ناقص 2 سيو، هي نفس المعادله بس انا هعوض فيها بالتوتال ستريسز، ودي 2 سيو اللي هي 2 سيو دي اللي هو الشير التيميت اللي هو عندي دايره مور، فالارتفاع ده هيبقى سيو، ف2 سيو هو ما عليه مش مهم. فدي الحاله بتاعت الاندرين، ماشي؟ طب عم رانكاين ده لما جه يعمل حاجاته الحلوه اللي مخلينا عارفين نحسب دي، يعني كتر خيره برضو، يعني الراجل تعب معانا، هل ينفع اطبقها على اي حاجه؟ يعني هل لو الحيطه بتاعتي مثلا حيطه عامله كده ينفع اطبقها؟ يعني هل ينفع اطبقها على طول على سطح الحيطه ده؟ الحقيقة انت لو فاكر هتلاقينا كنا بنقول لو انا عندي حيطة زي دي كنا بنحتاج ايه؟ نعتبر ان لا ده بداية الحيطة بقت هنا، كل الرملة اللي قبلها دي ما بقتش رملة، انا بالنسبة لي الحيطة بقت هذا الجزء كده على بعضه بقى حيطة، خدت بالك؟ وبعتبر ان ده السيرفس اوف وول وببتدي احسب من هنا. وخلي بالك ان يعني كنوتة سريعة، لو انا عندي سيرت شارج بقى موزع بوقفه هنا، مش بدخله معايا في الحته اللي فاضله، لان دي خلاص بقى انا بعتبرها ان هي حته. حتى في الجرافيكال هتلاقينا بنوقف السيرت شارج هنا، ادام قايل لك ان في يونيفورم سيرت شارج كده من غير ما يقول لك هو فين، هوقفه هنا. اسف مش في حاله الجرافيكال، في حاله لما نيجي نحسب استابيليتي بالطريقه دي، مش يعني هنوقف، مش هناخد السيرت شارج هنا، لان انا بعتبر ان انا في الحاله الاناليتيكال ان انا الحيطه بادئه من هنا، فما تحطليش بقى سيرت شارج، ان ده هيبقى يعني حق انك ما تحطوش، ده هيبقى مور كريتيكال يعني من الاخر. جميل. طب الحقيقه هي الرانكاين كوفيشنس ممكن تتعدل بحيث ان هي تاخد في اعتبارها ان الزاويه دي مش 90، وبرده ممكن تتعدل تمام بحيث ان انا برده الحيطه دي يبقى الباك فيل بتاعها ده مش هوريزونتال، يبقى مايل تمام. بس لو اتشقلبت مش هعرف استعمل رانكاين بحاله ان ايه يبقى فيه هنا وول فريكشن، مش هيحصل خلاص يعني، فورجيت اباوت ات. وبرده الحاله يعني الحاله دي من الاخر كمان في حاله الكوهيجن للسويل هقدر استعمل اللي هو الموديفايد بارامترز اللي هي كي اي وكي بي اللي هم كانوا كوزاين الفا ناقص جذر كبير كده على كوزاين الفا زائد جذر كبير نفس الجذر، ودي الالفا. فانا هستعمل ده في حاله الكوجن للسويل، بس في حاله الكويسوف سويل مش هعرف هستعمل حاجه اسمها كونجكت ستريس، هنتكلم عليها دلوقتي. بس قبل ما نتكلم عليها انا بقول لك ده ليه، انا عمال حاسس ان انت حاسسني عمال الف ودور حوالين حاجه. من الاخر عايز اقول لك هو رانكاين جميل وكل حاجه، بس هو ينفع يشتغل امتى؟ هو ايه الافتراضات بتاعته؟ هو ايه الليميتيشن بتاع الطريقه دي؟ جميل، يبقى احنا محتاجين نعرف ده، مهم جدا. ما تقولش دول حبه حاجات نظري، لا، ما هو انت على هذا الاساس بتختار اصلا ان انا ايه بقول ان انا مش هينفع استعمل رانكاين، عشان كده بستعمل جرافيك. ما هو لو ينفع استعمل رانكاين، الرانكاين اسرع، اسرع جدا من الحل الجرافيكال. حل الجرافيكال طويل ورخم شويه، نار كان يلا جاما في اتش هوب 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 هوب، بتلاقي نفسك رسمت عالم مش عارف ايه وخلاص. تحسب الاستريسز، تقعد تقسم الدنيا دي مثلثات، ادا مثلث واخد بالك، وتلاقي الحته الترابيزويدال دي تقسمها برضو ادا مثلث وادا التاني، واخد بالك؟ عندك ثلاثه فورسز، وعندك جنبها الميه، لان انا وانا باخد الاف اف اكتنج باخد الميه معايا، والدنيا تمام، وجه الريزلتنت حاجه كده سهل. انما هو مش بينفع ده من الاخر. افتراضات رانكاين،
اهم واول افتراض ان انا عندي سموز ماشي فيرتيكال ريتيننج وول. قلنا سموز دي مالهاش اي حل، لو مش سموز يبقى مش رانكاين، شكرا. لو مش فيرتيكال، لو الوول مش فيرتيكال هنقط خط كده واقول لك ايه، اعتبر ان الخط المنقط ده هو سطح الحيطه الجديد، تمام. وبقول ان حبه السويل دول يعني اللي بيتهشر ده عباره عن سويل، السويل ده انا مش هعتبره تربه، لا انا هعتبره جزء من الحيطه كابروكسيميشن. في فورمولا بتعمل في حسابها الزاويه بحيث انها ما تبقاش فيرتيكال، بس نتكلم عليه ليه، ما ابروكسيميت وخلاص. انت في الاخر هتعمل كل ده برامج يعني، ماشي. تاني افتراض ان السويل از اسيمي انفينيت ماس، حلو كده. وكمان خلي بالك ان انا فطريقة رانكاين ما يعني برضو السير تشارجر اللي عندي ده حاجة اكستندد، حاجة مش لوكال، يعني انا ما عنديش كده حتة سير تشارج كده ديستريبيوتد لود هنا وضع الحيطة وتقول لي يلا، لا ما ينفعش احل دي برانكاين. هحلها ازاي؟ ما ينفعش يبقى عندي لاين لود اللي انت هتبقى شايفه في 2D بوينت لود، ما هو انت يعني لاحظ ان الحيطة دي 3D صح، بس انا اي حاجة اللي هو البعد الثالث بتاعها يونيفورم، احنا كنا بنبص في المسقط ونقول بيرميتر رن لو انت فاكر، يعني حتى الخرسانه في السلابس بناخد شريحه وبنقول بيرميتر رن، ماشي حالك. فاللاين لود برضو ما ينفعش يتحل برانكاين، ماشي، لان ايه اللود مش هيبقى يونيفورم او السر تشارج مش يونيفورم، ماشي. فدي تالت حاجه احنا ما كتبناهاش، يونيفورم سر تشارج. طيب ايه تاني علشان اطبق رانكاين واحسب الايرث بريشر اللي موجود جوه السويل؟ انا بفترض ان سفيشنت او ان حصل سفيشنت ديفورميشن فور ستريس موبيلايزيشن، يعني من الاخر انا بفترض ان الحركة اللي حصلت للحيطة او ان الحيطة هتتحرك بالشكل المطلوب علشان يحصل عندي ستريس موبيلايزيشن، علشان يتكون الستريس، يعني بفترض ان الحيطة مشيت العشرة سنتي والعشرين سنتي ولفت جامد علشان يحصل هذا الكلام، مش ان هي ممنوع من الحركة. فدي برضو ايه من افتراضات رانكاين، ماشي. وبعدين حركة الحيطة يا اما هتبقى هوريزونتالي كده يا اما لفينا بهذا الشكل مثلا. فدي افتراضات عم رانكاين. الحقيقة بقى لو الدنيا يعني ايه اللي بيحصل بقى في يعني احنا ليه بناخد الدرس ده تاني، مش احنا خدناه اولاني؟ الحقيقة انت خدت بحيث انك تعرف تحل نوعية محددة فقط من الاسئلة، او تقدر تحسب الايرث بريشر باعتبار بعض الفروض. لو الفروض دي مش هنعملها انت مش هتعرف تحل، يعني لو انا ما هو معلش انت بتفترض سموث فيرتيكال، لو فرضنا ان خلاص هتعمل كل احطانك بقيت حياتك فيرتيكال عشان تهرب من الحل، هو الخرسانه سموث يعني جربت انت ايه تفك شده كده وتيجي بايدك، مش يعني حتى لو فيرفيس يعني مش سموث اللي هو يعني مش ازاز هي، ها ف سموث دي ما مش هتنفع، في فريكشن، ها هتصرف فيه ازاي، ماشي. فهيبدا بقى عندي اللي احنا عايزين نعمله دلوقتي اننا نحل، نشيل شويه افتراضات، نحل بقى ايه، نحل يعني هل حياتك كلها هتبقى يونيفورم سير تشارج؟ مش هيبقى فيه مثلا ان انا عندي ريتيننج وول سند شويه حيطه وفي مباني فوق مثلا، فيبقى عندي هنا عمود نزل على بايل مثلا، فده يبقى كده كونسنتريتد لود مثلا، او يعني استرب عندي هنا صور مثلا، ايا كان بقى يعني انت هتتصرف ازاي بقى في الحالات دي، انت محتاج تصمم اي حاجة. فاحنا عايزين نوسع دائرة التطبيق من الاخر، جميل. يبقى ده اللي احنا هنعمله. الفيديو الجاي هيبقى كلامنا بقى على الجرافيكال ميثود، والجرافيكال ميثود هتحللك اي حاجة بقى ايه شقلب وجهي، يعني هتعمل كل حاجة بطريقة كولوم دي
اي نوع من المسائل، لكن مشكلتها زي ما قلت لك ان هي هتبقى طويله في الحل، خطوات بتاخد وقت. ماشي. طب قبل ما ننط على كولوم على طول، الحاله بتاعت ان انا عندي انكلايند، ماشي، انكلايند باك فيل، احنا قلنا ان الحته المسنوده دي كنا بنقول عليها باك فيل، عندي حاله انكلايند باك فيل بس مازال الوول فيرتيكال سموز ار وول مش مايل، ولو مايل هفترض يعني هناخد خط راسي برضو هنقول ان هي دي سطح الحيطه. ماشي. في الحاله دي بقى، في حاله الكوهيسيف سويل، صح، لان الكوهيجن للسويل يعني لو السويل ده كوهيجن لس هنقول كي اي بتساوي وكي بي بتساوي، تمام، ونحط ايه، نرزع القانون، وبعد ما نرزع القانون هنقول هي الحيطه كلها مايله فالاستريسز بتاعتها هتبقى مايله، ادا المثلث ده جاما كي في اتش في كوزاين الفا، وتجيب نص بي اتش نص، يعني تجيب اريه المثلث هتجيب الفورس. الكلام ده لو كوهيجن لس. طب لو كوهيسيف مش هعرف اعمل كده برضو. قال لا يا عم انت عملت صعبه علينا ليه؟ اقول لك طب بص، في طريقه تانية اسمها بقى كونجكت ستريس. في حاله الكوهيسيف سويل ده بس الشرط اللي ما تحققش، انما على الحيطه ما عنديش فريكشن على الحيطه، ما عنديش حاجه، فارض ان هي سموز ريتيننج وول مش حاسه بحاجه، ماشي، او مش يعني مش حاسه بفريكشن يعني. انما هي حاسه بالاكتف بريشر يعني. جميل. ففي حاله كويسف سويل هنحل بالطريقه ايه اللي هي يعني تقدر تقول انها جرافيكال بس يعني نص 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 جرافيكال كده، اللي هي الكونجوجيت ستريسز. ايه بقى يا عم حوار الكونجوجيت ستريسز دي؟ يعني انت عايز يعني برضو يعني حضرتك عايز ايه؟ اقول لك والله، تعال نتخيل برضو ان عندي سيرة شارج، يعني نزيدك من الشعر بيت. سيرة شارج ده قيمته رأسية، يعني هو المحصلة بتاعته هتبقى نازلة لتحت بس هو موزع على طول المايل، يعني equivalent لي لو انا عندي كاميرا وموزع عليها الحمل كده، يعني دي حالة التحميل الموجودة. ماشي. طيب هاخد element، احنا هنعمل ايه في حياتنا؟ احنا ما بنعملش حاجة غير اننا ناخد element، بس الاليمنت بتاعي مش هيبقى كده، انا بما ان الحيطه مايله فتعالى ميل معاها، تعالى ناخد اليمنت مايل. فالاليمنت ده او خلينا نرسمه بشكل احسن، البلينز دي هتبقى موازيه لسطح التربه اللي انا عايز اجيبه، فهيبقى عليها اس فيرتيكال و اس هوريزونتال. زي يعني دول بالنسبه لي بدل سيجما فيرتيكال وسيجما هوريزونتال. اس فيرتيكال مش هتبقى جاما في اتش زائد كيو، لا دي هتبقى جاما في اتش زائد يعني جاما في اتش في كوزاين الفا زائد كيو. الالفا اهي، يعني احنا ايه ممكن نيجي هنا على جنب اقول لك ان ده اسمه كيو وان الزاويه دي كده اسمها الفا. حلو كده. ليه؟ تخيل الجاما في اتش برضو محتاجة اوزعها على المي، فضربت نفس اللي احنا كنا بنعمله علشان نوزع الحمل ده، نحول الحمل ده الى الحمل ده، لسه انت عاملها في البلاطات السوليد سلاب الانكلايند، او هتعملها على حسب انت بتشوف الفيديو ده امتى. المهم، فدي معادلة اس فيرتيكال، يعني اس فيرتيكال بالنسبة لي اعرف اجيبها، صح، ما انا معايا جاما في اتش ومعايا الالفا ومعايا الكيو، فاذا اعرف اجيبها، ده رقم، ده بالنسبه لي 300 كيلو باسكال. ماشي. ها فندم اتصرف ازاي؟ قال لك هحط النقطه دي على البلين بتاع اللي هو سيجما تاو ده، هحطها هنا مثلا، بس مش هحطها على الاكسس ده، انا ميلت، ها انا ميلت، مهم قوي دي، ميلت الهوريزونتال بلين بتاعي بزاويه الفا، فاذا محتاج اميل هنا برضو بزاويه الفا، يعني الزاويه دي كده اسمها الفا، وهمشي عليها مسافه اس فيرتيكال، يعني هقيس عليها، يعني بدل إيه انا كنت هقيس 300 كيلو نيوتن او كيلو باسكال هنا 3 سم كده، لا هقيسهم على المايل ده،
اقيسهم على المايل، فهتبقى النقطه بتاعت اس فيرتيكال اهي النقطه الزرقاء دي، اذا كده قستهم على المايل دي كده اس فيرتيكال. وطبعا عندي في مكان ما كولوم انفلوب في مكان ما عامل كده. فدلوقتي مطلوب مني باي ترايل اند ايرور، هتقعد تجرب بالبرجل، ارسم دايره او نص دايره في الحاله دي بتعدي بالنقطه دي وبتمس الخط البنفسجي. فاذا هتقعد تجرب لحد ما تعرف ترسم بقى ايه الدايره اللي بتحقق هذه الشروط. حلو كده، رسمنا الدايره يا عم، نتخيل ان دي الدايره، تعالى نحاول نزوم كده، ادي الدايره يا عم. شايف بقى النقطه اللي انا بعملها بالاخضر دي اهي، النقطه دي نقدر نقول عليها اس اتش، زي ما النقطه الزرقاء دي قلنا عليها ان هي اس في. حلو كده، فده اس اتش، هقيس بالمسطره الحته دي على الخط المايل هجيب اس اتش. تعالى نحاول نرسمها على حاجه اكبر شويه عشان الكلام ده ايه يبان. بقى اللي احنا عملناه اننا جينا هنا وقلنا بس احنا هنرسم خط مايل بزاويه الفا عشان هحط عليه، يعني هعتبره هو دلوقتي الاكس اكسس بتاعي الجديد، بس انا عشان كنت لافف الاليمنت بزاويه الفا فلفيت دي بزاويه الفا، وهاجي على هذا الاكسس همشي عليه ال 300 كيلو نيوتن بتوعي او واتيفر انا مشيت كام، او يعني قيمه اس فيرتيكال بتاعتي عامله ازاي، واحط هنا مثلا، تعال نقول نحط هنا ونقول ان دي قيمه اس فيرتيكال بتاعتي، يعني انا قست على المايل جبت مسطره كده اها، وقست على المايل ال 3 سم او واتيفر بقى انت الاس فيرتيكال هتحطها بانهي سكيل، ماشي. وبقى مطلوب مني احاول ارسم دايره بتعدي باس فيرتيكال دي وبتمس الخط اللي فوق ده، يعني فكك من الخط اللي تحت دلوقتي مش معانا. فهقعد اجرب 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 لحد ما يمكن اجيبها، يعني ما ظبطتش. طبعا انت هتجرب بطريقه تانية، انا بجرب بالتابلت يعني مش راضي يجي، فانا ايه يعني بص، هي بانها مش راضيه تيجي فانا هجيب الدايره دي واقيفها عليها ونعتبر ان هي جت، ماشي، عشان بس ايه خل الواحد. مثلا تقعد بقى تعمل ده، بس انت معكش طبعا ايه قلم تجرب بيه. نفترض ان هي كده خلاص، يبقى احنا كده الحمد لله بعد ترايلز اند ايرورز كتير عرفنا نعمل الاس فيرتيكال. هرجع على الانكلايند اكسس الجديد بتاعي وهاجي على النقطه دي، النقطه دي بالنسبه لي بقى اسمها اس هوريزونتال، وهقيس بالمسطره الحته دي كام، يبقى القيمه دي كده هي الاس هوريزونتال بتاعتي. يبقى هرجع بقى للشكل اللي كان عندي اللي هو كان كده، وهقول ان انا جبت اس هوريزونتال، باني جبت اس هوريزونتال هقدر خلاص اجيب البريشر او التوتال فورس، اللي هو انا ايه نتخيل ان ده مثلث فعند التلت، واخد بالك تلت وتلتين مثلا، هقول ان هي نص في اس اتش، يعني عيش حياتك بقى من المثلث. طيب كده يعني خلاص الفيديو ده ايه، ان شاء الله نكمل في الفيديو اللي بعديه، لكن يمكن احب اقول حاجه قبل ما نقفل على كده، هي بس يعني ملحوظه بسيطه كنت عايز اقولها في الاول ونسيت. انا عندي الحاله الاكتف والحاله الباسيف صح، اللي هم حالات البريشر اللي عندي اكتف بريشر والباسيف بريشر، وده ايه طبعا سيجما فيرتيكال بتاعي، ماشي. ايه بقى انت عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك فاكر احنا كنا في اختبارات الشير اخدنا حاجه اسمها تراي اكسل شير، ماشي. تراي اكسل شير كان عباره ان انا عندي سيجما واحد كده وكونفايننج بريشر اللي هو كان ايه ميه سيجما 3. سيجما واحد ده كان بيفضل يزيد لحد الفيلير، فاذا سيجما واحد اكبر من سيجما 3، او تعال نقول ان السيجما فيرتيكال اكبر من سيجما هوريزونتال، فاذا ده بيعبر لي بشكل احسن عن الاكتف كيس، ماشي، علشان سيجما واحد اكبر من سيجما 3 او الفيرتيكال اكبر من الهوريزونتال. ده كده اسمه تراي اكسل كومبريشن تيست. الحقيقه في تيست تاني
شبهه في الفكره لكن اغلى ومحتاج يعني كنترول احسن، انا مش بيتعمل كتير. حاجه اسمها تراي اكسيال اكستنشن تيست، ماشي. الحاله دي بيبقى السيجما هوريزونتال اكبر، ماشي. عندي برضو سيجما هوريزونتال وسيجما فيرتيكال، فده كانه سيجما واحد هنا وسيجما ثلاثة هي الفيرتيكال. فاذا سيجما هوريزونتال بيبقى اكبر من سيجما فيرتيكال، فده كده بيعبر لي الحقيقه ايه عن الباسيف كيس. ما هي دي الباسيف اكبر من الفيرتيكال، فاذا دي بتعبر لي عن الباسيف كيس. كمان في الفرق بين الاختبارين دول محتاج يعني فور يور انفو، بين التراي اكسل كومبريشن والتراي اكسل اكستنشن انا بستعملهم عشان استيميت الشير بارامترز. ما هي اختبارات الشير تيست كانت عشان اجيب الشير بارامترز. جميل. فهجيب سي وفاي، هجيب فاي وهجيب سي، ماشي. الفاي في الحاله الاندريند، ماشي، بالنسبه للتراي اكسل كومبريشن بتبقى اقل، لكن السي بتاعته اللي هي الاندريند او الكويجن يعني، خلينا نقول سي اندريند، بتبقى اكبر، ماشي. ده معناه ايه؟ معناه ان انا لو عايز اعمل كونزرفاتيف ديزاين، يعني ايه كونزرفاتيف ديزاين؟ يعني الديزاين اللي بيعتبر الورست كيس سيناريو، او مش بس الورست كيس سيناريو، بياخد اكتر احترازات يعني نقدر نقولها كده. فلو انا حبيت ابقى اللي هو زي ملتزم، يعني عارف انت دي الكلمه اللي بيقولوها، او الحويط ديزاين الاحوط، لو انا حبيت اخد الديزاين الاحوط هستعمل القيم القليله علشان كولوم انفلوب بدل ما هو يبقى كبير وفوق هنا لا يبقى تحت، تمام. فهتلاقيه بيقول لك ان انت تاخد الفاي داش من التراي اكسل كومبريشن وتاخد الاندر اند ستريس من التراي اكسل اكستنشن علشان تعمل كونزرفاتيف ديزاين. يعني لان ترايكس كومبريشن كونزرفاتيف في الدريند والاكستنشن كونزرفاتيف في الاندريند كونديشن. ليه هم لقوا كده؟ مش عايزين نخش في الحوار ده، ماشي. جميل. طيب عشان تستوعب برضو حته البارامترز بتاعت سي وفاي لما بيتغيروا، الشير انفلوب نفسه بيختلف، صح؟ احنا ممكن نبص لو هي موجوده عندي او موجوده عندي. جميل. اظنك شايف كده البتاعه دي. انا عندي بره السكرين انت مش شايفها، بس عندي سلايدرز. السلايد ده يقدر يخلي لي مثلا ازود السي، شايف السي بتزيد كده، السي كده بتقل لحد ما بقت صفر، بعدين بتزيد، خدت بالك كده؟ السي بتزيد. طب الفاي نفس الكلام، ممكن اخليها تقل وممكن اخليها تزيد. فلما بغير في البارامترز كده الفاي بتقل، صح كده؟ الفاي بصفر حالة اندريند كده، الفاي مش عارف ب 55 كبيره جدا، واخد بالك؟ فلو انا عندي فاي دي كده مثلا فاي 30 ودي كده فاي 36، شايف الفرق؟ الفاي 30 محزمه الموضوع بشكل احسن. نفس الكلام دي السي ب 100 ودي السي ب 36، فانت بتلاقي ايه؟ تخيل الحته اللي بين الخطين هي دي المكان اللي انت اللي هي الالاود بتاع ده ستريس ستيتس، لان الخط الاخضر ده بيعبر لي عن الفيلير. فكل ما الخط ده يقرب يعني ينزل لتحت معناه ان الاوبشنز بتاعتي قلت، او يعني حزمت الموضوع احسن يعني، او بقيت حويط شويه. حبيت بس اقولها في الاخر كده. انا متخيل اننا عملنا زي مراجعه سريعه مش مفصله، تحتاج انت برضو مثلا تبص في الملازم، او طبعا لو حضرت المحاضره هي دي كده زي ريكاب. لو انت كنت حضرت المحاضره فده ريكاب، لو انت لسه هتبتدي فده مقدمه. يعني هي حاجه كده ايه محتاجه وراها انك انت تجيب برضو المنهج، بس ايه هتسهل عليك ان شاء الله يعني. بس كده.